نفت الصين تقارير عن بيعها منتجات نفطية بشكل غير مشروع إلى كوريا الشمالية في انتهاك لعقوبات فرضتها الأمم المتحدة، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستاء من سماح الصين بوصول شحنات نفط إلى بيونغ يانغ. وقال ترامب على تويتر إن الصين ضبطت متلبسة بسماح بوصول النفط لكوريا الشمالية، وإن ذلك يمنع التوصل إلى حل ودي للأزمة.